انا عندي استعداد اقعد اعمل الفيديو ده تقريبا كل يوم، يعني كل يوم اعمل لكم فيديو عن موضوع الانفصال وازاي تقدر تنسى حد كنت بتحبه جدا حب حقيقي، وكان في علاقه ما بينكم ما بين بعض، سواء كنتم متجوزين او مخطوبين او مرتبطين او بتحبوا بعض وانفصلتوا. تقريبا السؤال ده اكتر سؤال بتساله انا كرشا في موضوع الابراج يعني، او في العلاقات. بس انا دايما زي ما عارفين، زي ما انتوا عارفين ان انا بهتم اكتر بالابراج وعلم الطاقه، بس النهارده هجاوبكم من وجهه نظري انا الشخصيه، ازاي تقدر تواجه انفصالك او ان انت بعدت عن شخص انت بتحبه. بصوا، اول حاجه الموضوع ده صعب، اصعب جدا جدا يعني، وكلنا في البدايه بنحس ان هو شبه مستحيل ومضايقين جدا وزعلانين وحاسين ان احنا مش هنقدر نعيش تاني، مش هنقدر نشوف الحياه تاني بوردي، وهنبقى كل حاجه في حياتنا بتبقى ضلمه وسوده، وشايفين ان احنا ماشيين في طريق ملهوش نهايه، وطريق ضلمه وكله صعوبات وكله مشاكل، وتحس ان انت مش انت، مش لاقي نفسك، مش عارف نفسك. عارفين اغنيه، في اغنيه بجد انا عايزه اقول شابوه شابوه لاحمد مالك كاتب الاغنيه دي، اغنيه عمرو دياب اللي هي اغنيه اول يوم في البعد، يعني انا لما بسمعها دايما بتاثر قوي، بحس ان هي الاغنيه عميقه وكلماتها فعلا تقيله قوي قوي. فالنهارده هقول لكم نصايح شخصيه مني انا كرشا، ازاي تنسى وتواجه انفصالك عن شخص بتحبه. كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك بتاعكم مهم جدا عشان تدعموا القناه، وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا تحت اللينكات بتاعتي بتاعت الانستجرام وبتاعت الفيسبوك، هبقى مبسوطه وفخوره جدا بمتابعتكم ليا. وكمان بليز تابعوا اختي الصغيره، هي عملت شانل بتتكلم فيها عن التغذيه وعن نيوتريشن وعن الفيتنس، فبليز تتفرجوا عليها تعجبكم جدا جدا جدا. طيب ازاي اقدر انسى اخرج علاقه فاشله او علاقه سامه او علاقه انا خرجت منها من عقلي الباطن وانسى الشخص ده؟ اول حاجه نصيحه غريبه جدا هقولها لكم، عيطوا عيطوا بجد، عيطوا عشان ما تتقهروش، عيطوا عشان العياط ده بيغسل القلب وبيغسل الجسم السموم، يعني لما تحسوا ان انتم محتاجين تنكدوا تنكدوا عادي. على فكره انا ما عنديش اي مشكله ان انتم تعيطوا وتكتئبوا وتزعلوا فتره معينه، عيطوا عشان تحسوا ان انتم بتخرجوا كل حاجه نيجاتيف، بتخرجوا كل حاجه تضايق، بتخرجوا كل حاجه تزعل، عيطوا كتير 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 يعني، عيطوا انتوا مبسوطين ان انتوا بتعيطوا عشان انتوا حاسين ان الشخص ده خلاص بيخرج من جواكوا، كل ما بتعيط اكتر فالشخص ده بيخرج. اسمعوا ميوزك حزينه على فكره، انا شايفه ان انت تسمع ميوزك حزينه، اسمعوا اغنيه اول يوم في البعد، اسمعوا اغنيه مكانك في قلبي، اسمعوا اغنيه هيعيش وافتكرني، وبعتوها للشخص ده وقولوا له هتعيش وتفتكرني، عادي جدا انا بشجعكوا. اسمعوا اغنيه، اسمعوا كل الاغاني اللي هي في اغاني، كل اغاني الحزينه اسمعوها، عيطوا وتاثروا وحسوا بالاغاني عشان تعرفوا ان مش انتوا لوحدكم. كل الناس في العالم عدوا بالموقف ده، كل الناس في العالم حصل لهم موقف ان هم كانوا بيحبوا حد والشخص ده قرر، كان شخص سيء، بعدوا عن بعض بسبب ظروف معينه، كلنا 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 عملنا كده. بس انت مش هتموت على فكره، او انت مش هتموتي، وخاصه البنات انت مش هتموتي، انت هتفضلي عايشه على فكره وهتكبري وهتبقي احسن. كلنا هنبقى حاسين ان احنا عمرنا في حياتنا ما نقابل شخص تاني عوضنا عن الشخص اللي مشي وبعد عننا، كلنا مقتنعين ان حياتنا وقفت على هنا، كلنا بنبقى مقتنعين في الفتره دي ان هي فتره صعبه قوي، فتره قويه، كلنا مقتنعين ان خلاص الحياه بقت سوده مفيش وردي، ان احنا عمرنا ما هنضحك تاني من قلبنا. لا، على فكره هتضحكوا وهتتبسطوا والحياه تبقى وردي تاني، بس اخرجوا بره المرحله دي. طيب بس في بقى حاجات كده لازم اقولها لكم مهمه جدا، ما تخلوش الموضوع ده يجي عليكم بسلب اكتر من الزعل. انتوا عارفين ان هم في ستاديز ودراسات عملوها ان وجع قلبك والزعل والحزن ووجع القلب والحزن من القلب ده ليه يعتبر مرض عضوي ممكن ياثر على جسمك، فخلاص يعني ما تخليش قلبك يوجعك، يعني هي فتره يومين ثلاثة أربعة خلاص زعلنا وفرحنا، بعدين خلاص الموضوع نرميه ورا ظهرنا ونبتدي مرحله جديده في حياتنا، مرحله اسعد، مرحله اقوى، مرحله احلى، مرحله فيها باور. ما تخلوش اي حد في الدنيا ياثر عليكم او يخليكوا هو احسن منكم. في بنات كتير او ناس كتير قوي ما بتهتمش بنفسها، فجاه تلاقي بقى بشرتها باظت، جسمها باظ، يقعدوا ياكلوا كتير، فجاه تلاقي بقى عندك سمنه مفرطه، فتحس ان انت بيجي لك مصيبه اكتر من المشكله اللي كانت عندك. لا، اهتموا بنفسكم، حبوا نفسكم، لان انتوا الاساس، محدش هيجي يقف جنبك. النهارده كان في حد برج العذراء قال لي كلمه، يعني ربنا يمسيه، وان اوف ماي فريندز قال لي كلمه، الكلمه دي يعني وان اوف ماي فريندز اسمه خالد، قال لي يعني زميلي في الشغل، قال لي كلمه اثرت فيا قوي، قال لي ما تخليش سعادتك معتمده على شخص تاني، ما تخليش سعادتك وفرحك ونجاحك
معتمد على شخص تاني هو اللي يديك الباور، هو يديك لا خالص، مفيش حد في الدنيا يستاهل ان يعني. خليك انت مصدر سعادتك، خليك انت مصدر القوه، خليك انت مصدر نجاحك. انا عارفه ان في ناس كتير هيقعدوا يقولوا لي انت بتقولي الكلام ده وانت مش حاسه. لا انا حاسه بيكوا على فكره، وعارفه قد ايه الموضوع بيوجع، وعارفه قد ايه الموضوع بيزعل وبيبكي، وكلنا مفيش حد في الدنيا ما عداش بالمرحله دي. بس المهم ان انت تخرج، اخرج شوف صحابك اللي بتحبهم، فضفض على فكره. لو عندك شخص بتثق فيه، بس بتثق فيه ثقه عمياء، فضفض له واضح كيل وعيط له وقول له ده عمل وعمل وعمل، انفجر انفجر بجد. لو عندك شخص بتثق فيه اخرج معاه، روح شوف اقعده في مكان بتحبه، اقعد احكي له كل حاجه حصلت، احكي له كل حاجه مضايقاك، احكي له كل حاجه وجعاك، احكي له كل حاجه مقلقاك. اتصل ساعتها بيبان اصدقائك، ساعتها هم اللي هيبانوا. ويا ريت البنات ما تحكيش لاصحابها او زملائها الرجاله، لان الرجاله للاسف ممكن يستغلوا الموقف ده. دايما الراجل لما يلاقي بنته منهاره كده او زعلانه او حاسه ان صاحبها سابها، بيبقى عنده الضحيه دي اللي هي بقى هي دلوقتي مكسوره، وهي دلوقتي زعلانه، وهي دلوقتي متاثره، وهي دلوقتي منهاره. فده احسن انفصال، مش نهايه الطريق، ده ممكن يكون البدايه الجديده لحياه جديده افضل واحسن وشخص جديد. وبعدين في نصيحه ثانيه عايزه اقولها لكم، عشان كلنا بنغلط فيها، نبقى خلاص بقى احنا منفصلين، عندنا باشن وعندنا رغبه ان احنا ننتقم من الشخص ده ونخليه بقى يعني ننتقم منه، وندخل في علاقه جديده، وندخل في قصه حب جديده بسرعه جدا جدا، عشان نحسسه ان احنا مرغوبين، عشان نحسسه ان احنا عندنا معجبين كتير جدا، عشان نحسسه ان احنا ناس كتيره جدا بتتمنانا. فبليز ما تعملوش كده، ما تجروش عشان تدخلوا تنسوا شخص بشخص معين، فتدخلوا في مصيبه جديده، وتدخلوا في قصه حب فاشله جديده، وتعلقوا تاني، وممكن الشخص ده يبقى شخص تامب او اختيار غير مناسب، او شخص خطا في حياتكم. فبلاش تدخلوا عشان تنسوا علاقه، تدخلوا علاقه اخرى، ده بيبقى غلط جدا جدا. طيب نصيحتي كمان ليكوا الفتره دي ان انتوا اشتغلوا على نفسكوا. يعني اكتر وقت الانسان بيبقى مقهور وزعلان فيه، بيبقى عنده باور ان هو يبقى افضل. فبحس ان الوقت ده اتعلموا حاجه جديده، روحوا اعملوا في رياضات، بيبقى عندكم باور ان تتعلموا الحاجات اللي هي فيها سيلف ديفنس، اللي هي البوكسنج، اللي هي البيت بوكسنج، واللي هي التايكوندو، والحاجات دي اللي هي فيها ضرب او كده، ان انتوا بتطلعوا كل الغضب اللي جواك وكل العنف اللي جواك وكده، في حاجه فيها فايتنج، يعني حاجه فيها انا بشوف بيت بوكسنج حلوه جدا للستات وللرجاله، حاجه فيها ان انت بتطلع كل النيجاتيف انرجي، كل الزعل اللي جواك. انا بحب الرياضه، انزلوا اتعلموا سباحه، العبوا سكواش، العبوا التنس، اعملوا رياضه رياضه رياضه، روحوا الجيم، حسنوا جسمكم. حتى لو في بنت كاتبه لي ان جسمي حلو كده كده، طب يعني اعملي تونينج لجسمكم، اهتمي ببشرتك لو انت ست، غيري قصه شعرك، اهتمي بشعرك، اهتمي بشكلك، يعني حسنوا من نفسكم، بحيث ان الشخص ده يعني لو حاول يرجع لكم تاني، او هو يعني شافكم يبقى هو حاسس ان هو ندم. لو الشخص ده شخص سيء وحاول يكلمكم تاني ما تضعفوش. انا عارفه ان الشخص ده احيانا بيبقى الشخص ده بلاير بيلعب بينا، وكل ما عارف ان هو بيعمل لنا بنيجي زي الكلاب وكده زي الجزم نجري وراه. فيعني حاولوا يكون عندكم اراده ان الشخص ده مهما رجع فاستحاله ان انتوا هترجعوا له تاني، عشان هو لا يمثل لكم اي شيء. فبليز يا جماعه خلي بالكم، علشان مش ما تبقوش شخصيه ضعيفه، ما تبقوش شخصيه خلاص الشخص ده جرحني واذاني نفسيا واذاني جسديا واذاني واذاني واذاني، خلاص ما رجعلوش تاني، ما بقاش نقطه ضعف. ما تخلوش اي حد نقطه ضعف ليكم، ما تخلوش اي حد يقدر ان هو يخطفكم من نفسكم. يبقى خلاص مهما نحاول، مهما رجع تاني وبقوه، خلاص احنا سوري، احنا انت بقيتش تلزمنا، انت بقيتش ولا حاجه. ويا ريت يا جماعه تمسحوا اي حاجه تفكركوا بيه، رقم تليفونه امسحوا، صوره معاكوا امسحوا، كل حاجه كل حاجه، اي ما تحاولوش تحتكوا باي حاجه تفكركوا بيه، اماكن اللي كنتوا بتروحوها، البرفيومز بتاعته، البرفيوم او الروائح اللي بتفكرك بالشخص ده. انا شفت فيديو قريب كان بيتكلم على ان يعني اكتر الحاجات اللي ممكن تخليك مرتبط بشخص نفسيا ريحته. فبالتالي حاولوا ان انتم ما تخلوش اي ريحه تفكركم بالشخص ده. يعني دايما مش احنا دايما لما نشم ريحه برفيوم بنفتكر شخص معين، او البرفيوم بتاعنا يعني بيبقى حاجه زي ايدنتيتي لينا، هي بتعبر عننا قدام الناس. فانا شايفه ان مفيش حد في الدنيا يستاهل ان انت تكئب نفسك وان انت تضيع حياتك عشان اكبر، اتعلم حاجات جديده، اعمل بروجكت نفسك فيه، كبر البيزنس بتاعك، انجح في عملك، اشتغل شغلانه جديده، اعمل بيزنس جديد، حاول ان انت تتعلم حاجه جديده،
بس ما تفضلش واقف مكانك، ما تفضلش واقف قاعد مستني الشخص كده وحاسس ان انت حزين وزعلان والدنيا بتلف بيك وازعله فضفضه. اكتبوا يا جماعه، اكتبوا، اعملوا دفتر مذكرات، هاتوا ورقه وقلم واكتبوا انا متضايق عشان كذا كذا، هو قال لي كذا كذا، هو جرحني. اكتبوا، خلوا دايما يعني خلوا دايما الكتابه صديقتكم، عبروا عن كل حاجه انتوا عايزينها بالكتابه، اكتبوا، طلعوا كل حاجه انتوا نفسكم فيها في الكتابه. بس ما تكسروش عشان حد، ما تخلوش اي حد في الدنيا يكسركم، انتوا اقوياء، انتوا تقدروا تعملوا كل حاجه في حياتكم، مفيش حد في الدنيا قادر على ان هو يكسرك غير نفسك، فلو انت قررت ان انت تكسر نفسك فده انت اللي اخترت، اما مفيش اي حد في الدنيا ممكن يكسرك مهما كنت بتحبه، لان انت قادر ان انت تبدا حياه جديده، قادر ان انت تبتدي من تحت الصفر، قادر ان انت تعمل مديتيشن لنفسك، قادر ان انت تعمل استشفاء لنفسك وتغير كل حاجه في عقلك عن طريق قوه عقلك الباطن. استنوني فيديوز كتير النهارده، سيب لكم فيديوز حلوه جدا تتفرجوا عليها. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، واعملوا شير كتير كتير لاي حد او منشن لو انت بتتفرج عليا على الانستجرام وعلى الفيسبوك لاصحابكم اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده. ما تكسروش عشان حد، خليكم انتم مصدر السعاده في حياتكم، خليكم انتم مصدر القوه ومصدر الباور، ما تحاولوش تعتمدوا على حد في الدنيا دي كلها غير نفسكم، لان ما حدش في الدنيا هينفعكم. شكرا، بحبكم جدا جدا. ويا جماعه اخر حاجه عايزه اقول لكم، استعينوا بربنا وصلوا كتير وادعوا كتير جدا، لان الدعاء بيغير القدر. ادعوا ربنا ان ربنا يعوضكم بالشخص الصح، ادعوا ربنا ان ربنا يديكوا الحب في حياتكم، ادعوا ربنا ان ربنا ما يحرمكوش من حد بتحبوه، ادعوا ربنا كتير وصلوا كتير وقربوا من ربنا، لان القرب من ربنا بينسي اي، بيشيل اي وجع في الدنيا. ما تتعبوش قلبكم، لان قلبكم ده غالي عليكم، قلبكم ده ممكن يسبب لكم مرض عضوي ياثر عليكم. شكرا.